صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار سواء للفريق الأول أو كمان يعني المنتخب المصري في جميع الألعاب. طبعا هنبدأ أكيد بالفريق الأول، يعني هنبدأ بالحديث عنه. يعني الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر، واللي عقد جلسة مهمة جدا مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران، وده طبعا ضمن الجلسات التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب أكيد للفترة المقبلة. وشارك أيضا في ميران الأمس 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وده أكيد يعني لتعويض يعني النقص العددي بسبب يعني انضمام أكثر من لاعب من الفريق الأساسي أكيد للمنتخبات الوطنية. كمان واصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص ليهم تحت إشراف أكيد الجهاز الطبي بالنادي على هامش المران. النهارده بقى يعني واصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش. التجمع كان الساعة 9 صباحا، والمران يعني يمكن بدأ منذ قليل يا نهاوند، وبالفعل هم في المران حاليا يعني، وخلينا نقول ان هم بيستعدوا بشكل قوي جدا اكيد للفترة المقبلة. خلونا بقى نتكلم شوية عن المنتخب المصري طبعا في بطولة كأس الأمم، واللي من بعد التعادل أمام يعني في أولى مبارياته أمام الموزمبيق يعني من المحتمل أن يكون في تغييرات في تشكيلة الفريق قبل طبعا مواجهة غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة أفريقيا 2024. فيتوريا طبعا من المتوقع إحداث يعني تغييرات في إدخال أحمد فتوح في الجهة اليسرى بدل من محمد حمدي، ومنح الفرصة لعمر كمال في الجهة اليمنى بدل من محمد هاني. كمان عمر مرموش خيار محتمل في الجناح الأيسر خلف محمود تريزيجيه، من مع احتمالية أكيد وجود مروان عطية مكان محمد النني في نص الملعب. وهيتم أكيد يعني تحديد القرار النهائي يعني لروي فيتوريا خلال التدريبات الأخيرة، وده أكيد يعني لتحقيق بقى الفوز في المباراة القادمة أكيد يعني لتعزيز فرصة التأهل للدور التالي. بينتظر بقى عشاق كرة اليد النسخة 26 من بطولة أمم أفريقيا، واللي هتستضيفها كمان مصر في الفترة من 17 ل 27 من شهر يناير الجاري، وتشهد البطولة تأهل أول خمس منتخبات لكأس العالم لكرة اليد 2025 اللي هتستضيفه كرواتيا. كمان هيحجز المنتخب المتوج باللقب تذكرة مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية لباريس 2024. منتخب مصر طبعا هو حامل اللقب النسخة الماضية بعد ما فاز على الرأس الأخضر، وأكيد كلنا أمال يعني في كمان تحقيق منتخب مصر اللقب الثالث على التوالي من أجل أكيد الاقتراب من منتخب تونس البطل التاريخي لهذه البطولة. خاض كمان المنتخب مجموعة من المباريات الودية تم خلالها طبعا تجربة جميع اللاعبين اللي وقع عليهم الاختيار للانضمام أكيد في معسكر المنتخب، وكل التوفيق أكيد للاعبين. أخيرا بعد فوز كرة طائرة رجال بالنادي الأهلي على سبورتينج في الدوري، هيتوقف طبعا الدوري الفترة المقبلة بسبب استعداد أيضا منتخب مصر للكرة الطائرة لخوض التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024، وتستضيف مصر أيضا منافسات تصفيات المنطقة الخامسة في الفترة من 22 وحتى 28 هذا الشهر. كمان كل التوفيق أكيد ليعني منتخبنا المنتخب الوطني لكرة اليد في هذه البطولة. ودي كانت أهم وأبرز الأخبار يا نهاوند اللي معايا من داخل النادي الأهلي. بشكرك وعودة ليكي مرة ثانية. واحنا كالعادة بنشكرك جدا على هذه التغطية زميلتنا وصديقتنا العزيزة روزان نصر. شكرا ليكي.